ومعانا كابتن عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الاجسام. مساء الخير يا كابتن عادل. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ يعني حجم الظاهره دي حضرتك شايفها يعني تناول المنشطات قد ايه في الوسط الرياضي وخاصه في منطقه او في مجال كمال الاجسام، يعني بتبقى واضحه اكتر او يمكن المشكله فيها واضحه اكبر؟ بصي يا بنتي، المنشطات هي الجريمه الرياضيه، المنشطات هي الجريمه الرياضيه في العالم كله، زي ما في جريمه في الدنيا، سرقه، ابتزاز، قتل، المنشطات هي الجريمه الرياضيه. والجريمه الرياضيه متوفره في كل حته، يعني كل لعبه من اللعبات في ناس بتخرج على النص وتستخدم المنشطات ظنًا منها انها تساعدهم او تضيف ليهم، بينما هي في الحقيقه تقتلهم وتسبب لهم امراض فظيعه، تبدا بالاورام وتنتهي والعياذ بالله بالموت. فالمنشطات هي الجريمه الرياضيه، وسنظل دائما نكافحها، والقانون لما يصدر عشان مكافحه هذه الجريمه الرياضيه يجب ان احنا كلنا نقف معاه، لان اكيد الغرض من كده هو ان احنا نحافظ على ارواح ابنائنا وعلى ارواح شبابنا. والمنشطات موجوده في كل الالعاب. نعم. يعني هي موجوده في كل الالعاب، بس في كمال الاجسام واضحه اكتر يمكن، ربما في يقولوا كده في كمال الاجسام لانها مرتبطه بالبناء العضلي. فجايز التركيز على كمال الاجسام، ان اللعيبه بتبني اجسام، فربما يتصور البعض ان فيها معدل شويه اكتر من الالعاب الاخرى. طيب حضرتك رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لكمال الاجسام، الظاهره دي عربيا وافريقيا، ظاهره تناول المنشطات من قبل الرياضيين خاصه في مجال كمال الاجسام، هل هي فعلا منتشره؟ الى حد كبير منتشره، والى حد كبير بنكافحها وهنقف ضدها، والى حد كبير بنتعرض لعداءات، لان احنا لن نسمح بهذه الآفة أن تكون في وسط أبنائنا لأنها قاضية. نعم. إحنا نسبتنا في مصر قد إيه بالنسبة لأفريقيا وبالنسبة للوطن العربي؟ ما نقدرش نقول نسبة، لأن الخروج على القانون ما حدش بيقدر يحدد له نسبة. ده خروج على القانون. ما بيبقاش في إحصائيات لده؟ لا، بكل أسف ما فيش إحصائيات. نعم. لكن حضرتك من خبرتك في المشهد المصري الرياضي في كمال الأجسام، شايف عندنا الموضوع منتشر ولا؟ ما هو منتشر دي برضو مرتبطة بنسبة، الناس اللي عايزة تأذي نفسها ما نقدرش نحددها، لكن موجودة 100%، يعني موجودة في الرياضة بصفة عامة وفي عندنا بشكل خاص. أنا بشوفها بصراحة دي بطولة وهمية، اللي ياخد بطولة بعد ما خد منشطات دي بطولة وهمية، دي بطولة زائفة. والمعامل المنتشرة على مستوى العالم لما بتكتشف لاعب واخد منشطات في بطولة أو غيره بيتوقف 4 سنين، أول مرة، تاني مرة بيشطب شوط نهائي من سجلات الاتحاد. أشكر حضرتك كابتن كمال فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي كابتن عادل فهيم، انا متاسفه، رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لرياضه كمال الاجسام. الحقيقه فعلا زي ما قال كابتن عادل انه دي جريمه، المنشطات جريمه رياضيه بكل المقاييس، واللي يعني اللي بينجح او بيعمل بطوله بعد ما خد المنشطات دي بطوله زائفه للاسف. طيب.